قامت مجموعة من جبهة النصرة بقيادة أبو عبد الله التونسي بالهجوم على قرية قلب اللوزة ذات الغالبية الدرزية بريف إدلب. اختلفت الروايات عن الأسباب، وكثر الحديث عن نهاية القصة، ولكن الأهم لماذا الآن؟ وهل الأمر مجرد قضية فردية أم وراءه حكاية أخرى؟ المزيد في هذا التقرير. مشاجرة أو اعتقال أو تصفية، كثرت المسميات والحادثة واحدة في الريف الإدلبي وتحديدا قرية قلب اللوزة الدرزية. رغم الروايات الكثيرة التي تداولها الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، فإن الأقرب للحقيقة هو حدوث اشتباك وقع بين عدد من أهالي بلدة قلب اللوزة الواقعة في جبل السماق وبين عناصر من جبهة النصرة حاولوا دخول منزل أحد العناصر الذي يعتبرونه مواليا للنظام، فقام الأهالي بمنعهم وتطور الأمر إلى إطلاق نار أوقع عددا من القتلى بين الطرفين، وصل بحسب شهود عيان إلى 24 شخصا. ناشطو المنطقة قالوا إن مجموعة من النصرة كانت بقيادة أبو عبد الله التونسي، والذين قاموا بخطف 20 آخرين من البلدة ذاتها بعد انتهاء الاشتباكات والفرار إلى منطقة مجهولة، ما دفع بجبهة النصرة لإرسال تعزيزات لضبط التوتر وإحالة القضية للمحكمة الشرعية، مع توارد أنباء عن تدخل حركة أحرار الشام كوسيط للحل. ولكن ما تم ترويج له وما تبع الحادثة من تطورات هو ما زاد من الطين بلة، وجعل الاصطياد بالماء العكر أمرا غاية في السهولة، حتى إعلام النظام وأبواقه الذين ما فتئوا يتاجرون بالأقليات ويدعون حمايتها استغلوا الحدث وبدأوا بتصوير الأمر على أنه تصفية ومذبحة وغير ذلك من الأكاذيب. وعلى الرغم من أن العديد من التصريحات الإعلامية خرجت عن سياقها الصحيح، إلا أن خطاب العديد من قيادات الدروز في لبنان وسوريا كان له دور في التهدئة والدعوة للابتعاد عن لغة التحريض. ولكن ما يثير الريبة في القضية كلها هو توقيتها، فالنظام خسر في الساعات الماضية اللواء 52 في درعا، والثوار أصبحوا في عمق ريف السويداء، والتنسيق على أعلى مستوى مع رجالات الكرامة بقيادة الشيخ البلعوس. فهل فشل النظام السابق بدق إسفين بين دروز السويداء وثوار درعا عبر لون الشبل ووئام وهاب ووفيق ناصر يجعله اليوم يفكر بطرق مختلفة لإضعاف هذا الحلف الذي بات يهدد وجوده في المنطقة الجنوبية برمتها؟ لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا غسان ياسين الناشط السياسي من غازي عنتاب، ومنار الرشواني الكاتب الصحفي من عمان، وأيضا أحمد عاصي الصحفي من الريحانية. أهلا بكم جميعا. خلينا نبدأ معك أحمد، بداية هل لديك أي تفاصيل بخصوص الخلاف الذي وقع بقلب اللوزة في ظل وجود تضارب بالروايات حول هذا الخلاف؟ السلام عليكم ورحمة الله. أسعد الله مسائك ومساء ضيوفك الكرام. طبعا لا شك أنه تم تداول هذه الحادثة التي حصلت في قرية قلب لوزي بروايات متعددة، منها من يعتبرها انتهاك حقيقي، ومنها من يعتبرها أنها حالة فردية، وإلى ما هنالك من الروايات. طبعا أنا تواصلت مع عدد كبير من وجهاء المنطقة ومن قادة الفصائل العسكرية الموجودة، الذين أكدوا أنه بالفعل حصل تجاوز من قبل بعض عناصر جبهة النصرة الموجودين في أو الموجودين في القطاع الذي تتواجد فيه بعض القرى الدرزية في شمال إدلب. طبعا الانتهاك كان هو عبارة عن سوء تدبير حقيقة حصل بين عناصر من جبهة النصرة بقيادة المدعو أبو عبد الرحمن التونسي المعروف بالسفينة. حصل يعني مشادة وملاسنة بخصوص السيطرة على أحد المنازل في القرية. طبعا توسع الخلاف إلى أن وصل إلى إطلاق نار من قبل عناصر جبهة النصرة وقتل الرجل. يعني من اللي بدأ بإطلاق النار؟ جبهة النصرة هي التي بدأت بإطلاق النار كبير. أم أنه شقيق صاحب المنزل هو الذي بدأ؟ بحسب ما أكدت المصادر وأكد لي أحد قادة الألوية من المنطقة أن من بدأ في إطلاق النار هم جبهة النصرة، وأكد أيضا أنه بالنسبة للقرية الدرزية لم يظهر فيها أي مقاومة ولم يحملوا سلاح أبدا، إنما كان
سوء التفاهم حصل نتيجة شجار على منزل، وتطور هذا الأمر وقامت جبهة النصرة بإطلاق النار على صاحب المنزل، ثم حاول أخو القتيل تحصيل السلاح من عنصر جبهة النصرة الذي أطلق النار، فخرجت طلقة أخرى واستخرت في جسد أحد عناصر جبهة النصرة، ثم تم قتل الشخص الذي تسبب بقتل أحد عناصر جبهة النصرة، ثم بدأ أطلاق النار من قبل عناصر النصرة بشكل عشوائي ما أدى إلى مقتل عدد من الأهالي الذين كانوا متواجدين. نعم أحمد، عندك معلومات يا ترى بخصوص عدد عناصر جبهة النصرة اللي حاولوا مصادرة المنزل؟ لا، ليس لدي معلومات مفصلة بحسب الشهود الذين تحدثوا لي عن القضية طبعا، وكما قلت لك هم مصادر من قادة الألوي ووجهاء المنطقة، إضافة إلى عدد من القضاة والشرعيين الموجودين في المحاكم الذين قدموا إلى منطقة الاشتباك بعد أنه بلغهم أنه حصل اشتباك بين جبهة النصرة وبين الأهالي. لكن عدد القتلى كان 23 شخص بالاسم، تم توثيق أسمائهم وتم نشره، إضافة إلى عنصر من جبهة النصرة. نعم. طبعا بعد ذلك تدخلت الفصائل الموجودة في المنطقة وتدخلت المحكمة الشرعية وقامت بحل المشكلة وقامت بسحب عناصر. طيب أحمد، بدي أسألك قبل ما نوصل لحل المشكلة، أنه أيضا الناشطون أكدوا أنه الناشطون أكدوا بعد حل الخلاف بأنه جبهة النصرة قامت باختطاف 20 شخص من أهالي القرية. بالنسبة لموضوع الاختطاف لم تصلني معلومات مؤكدة، وأنا تواصلت مع كذا شخص من الذين حاولوا حل المشكلة والذين دخلوا في وساطة من أجل حل المشكلة بين جبهة النصرة وبين أهالي القرى الدروز، لم يؤكدوا لي أي معلومة أو أي تأكيد بخصوص اعتقال أهالي من القرى الدروز، إنما قالوا أن جبهة النصرة قامت في وقت سابق سبق الحادث التي حصلت باعتقال عدد من أهالي القرية، وإلى الآن ما يزال مصيرهم مجهول. طبعا هناك نقطة يجب أن أنوه لها، أنه في الفترة التي سبقت حصول هذه الحادثة بين الأهالي القرية وبين جبهة النصرة، كان أهالي أو بالدروز بشكل عام 18 قرية شكلوا وفد وتوجهوا فيه إلى قيادات جبهة النصرة، طلبوا منهم أن يضعوا حد للانتهاكات التي يقوم بها المعروف بالسفيني في المنطقة، وهو رجل تونسي قامت جبهة النصرة بوضعه للإشراف على المنطقة أو القطاع الذي تتواجد فيه هذه القرى الدرزية. طيب هذا التونسي اللي عم تتحدث عنه واللي هو قام بهذه العملية هو أساسا تابع لجبهة النصرة؟ نعم طبعا هو تابع لجبهة النصرة وتم تعيينه في المنطقة من قبل جبهة النصرة، لكن كما تعلمي أن جبهة النصرة ليس بالضرورة أن تكون على اطلاع بكل ما يحصل بهذا القطاع. يعني هلأ تم تحويله إلى المحكمة؟ لم تدعيني أكمل بعد أن تقدموا. نعم تم تحويله إلى المحكمة، وحتى تم استبدال كل العناصر الذين كانوا في القطاع الموجود بعناصر آخرين من قبل جبهة النصرة، لكن كما قلت لك أنه الحقيقة كانت قد حصلت بعض الانتهاكات البسيطة يعني في الفترات السابقة، وكان وفد من قبل الدروز توجه إلى جبهة النصرة، لكن الأمر لم يلقى قبول، أو حتى اعتبر أبو عبد الرحمن التونسي هذا الأمر أنه تعرض له بشكل شخصي من قبل، أو الشكاية عليه كانت بشكل شخصي طبعا. ثم يعني بلغني من عدد من الناشطين ومن الشخصيات الفاعلة بالثورة بفترة سابقة أنه الدروز كانوا يحاولوا الوصول إلى قيادات الثورة بشكل أو بآخر من أجل تشكيل قوة أمنية تكون تابعة لجيش الفتح مثلا أو لإحدى الهيئات الفاعلة في محافظة إدلب، وتتولى أمر الحماية وضبط الأمن في هذه المنطقة المتواجدين فيها. طبعا أنا يجب أن أشير إلى أربعة نقاط أو ثلاثة نقاط يعني مهمة، إلى أن جبهة النصرة الحقيقة أو فصائل الثوري بشكل عام يعني كانت أن خطأت خطأ فادح الحقيقة، هو ما أوصل الأمور إلى ما وصلت إليه، وهو تعيين رجل غريب يعني بالنسبة لأبو عبد الرحمن التونسي، هو عبارة عن رجل غريب عن سوريا وليس له دراية في حساسية هذه المنطقة بالذات التي تتواجد فيها القرى الدرزية، إضافة إلى البعد التاريخي وإضافة إلى البعد المهم والوتر الذي يلعب عليه النظام منذ بداية الثورة
الثورة بموضوع الأقليات والطائفية وإلى ما هنالك من أمور. فالمفروض أن يتولى هذه المنطقة شخص يكون لديه خبرة ودراية حقيقية بحساسية هذه المنطقة لأجل أو ليكون على معرفة حقيقية بطبيعة التعامل مع هذه المنطقة. طبعا إضافة إلى أنه يعني لا يمكن لأحد أن ينكر في محافظة إدلب على وجه العموم أو على وجه الخصوص انحياز الدروز بشكل كامل للثورة منذ بداية اندلاعها، بالتحديد في محافظة إدلب هذه الثمانية عشر قرية الموجودة في إدلب. طبعا انحازت بشكل كامل ورفضت كل روايات النظام والحملات الدعائية التي قام بها النظام بقوة بالفترة الأولى والتي بدأ يجيش فيها ويحشد فيها طائفيا، وانحازوا بشكل كامل، وحتى كان لهم مواقف إيجابية كثيرة وكان لهم تفاعل حقيقي يشهده كل أهالي محافظة إدلب بخصوص الثورة. طبعا الآن يعني تم التواصل كما قلنا، تم التدخل من قبل الهيئات الشرعية ومن قبل الفصائل الأخرى الموجودة ووجهاء المنطقة الموجودين، وتم الاتفاق إلى صيغة ترضي الطرفين. وتعتبر هذه المشكلة أنا بتصور هي عبارة عن حدث آني ليس له ما بعده، وهو عبارة عن حالي يعني سوء تفاهم سوء تدبير من قبل الطرفين أوصل الأمور إلى ما وصلت إليه. طبعا إضافة إلى ما لاحظنا من محاولة عدد كبير من الشخصيات الدرزية على المستوى العربي للتواصل مع قيادات الثورة ومع الشخصيات الفاعلة بالثورة من أجل تهدئة الوضع والوصول إلى صيغة. طيب أحمد، أنا رح أنتقل هلأ لضيفي منار الرشواني لأنه ما عاد معنا كثير من الوقت. يعني برأيك سبب هذا الخلاف هل فعلا تعيين شخصية ليست لها دراية بطبيعة هذه المنطقة وليست لديها خبرة بالتعامل مع الأشخاص الموجودين بهذا المكان؟ يعني فعلا أنا أتفق أنه ربما هي أهم مشكلة موجودة، وهي تطرح ليس على مستوى فقط فصائل المعارضة مسألة وجود الأجانب على الأراضي السورية وافتقادهم لأي ارتباط وأي حساسية بالأرض السورية وبمكونات الشعب السوري. يعني الشهداء اللي سقطوا اليوم هم مواطنين سوريين كما يؤكد الضيف، لم عدا عن أنه القرى الدرزية وقفت مع الثورة في إدلب تحديدا وحتى في السويداء في أقصى الحالات هي التزمت الحياد، ولم نسمع أي شيء يدعو. يعني طبعا في تصرفات فردية من قبل بعض الفئات المحسوبين على الطائفة الدرزية الكريمة، لكن مسألة وجود من لا يمت للأرض السورية بصلة، من لا يتفهم الارتباط بين مكونات الشعب السوري، أنا أعتقد أنه هذه هي الخطيئة الأكبر، وهي لا تقتصر فقط على جبهة النصرة. طبعا شاهدنا المسألة موجودة عند داعش، موجودة حتى عند الإيرانيين في تعاملهم مع العلويين، يعني عند جميع الأطراف. هذا الأمر أنا أعتقد أنه هو يعني حجر الراحة. الآن إذا أردنا أن نتحدث عن احتواء هذه الأزمة بشكل حقيقي، وأنا أتمنى أن تكون عابرة، وأنا يعني ليس بالضرورة هذا الأمر، لأنه كما أشرت في تقريركم يعني أثمن هدية قدمت لنظام الأسد وللإيرانيين مع اقتراب الثوار من منطقة السويداء وسواها، دائما اللعب. وكان أيضا شاهدنا البطرك اللبناني يتحدث باسم الأقليات وينسى مئات الآلاف من السوريين بينهم مسلمون ومسيحيون من كل الطوائف. المسألة الآن هي يجب عدم التقليل من قيمة أو من خطورة ما حدث، نتمنى أن تكون عابرة، لكن هذا لا يمنع سقوط 18 شهيدا. لن نتبنى كلام الشبيحة القومجيين الذين يبدأوا يتباكوا على الأقليات وينسوا بقية السوريين. لا يقبل أيضا أن نستخدم نحن ذات المنطق فنقول أنه سقط آخرين والآن يتم تسليط الضوء على هذا الأمر. لا، نحن نتحدث عن مسألة قيمية ومسألة مبدئية في الثورة السورية. يجب عدم التهوين مما حصل، يجب أن يكون هناك تحقيق شفاف. وجبهة النصرة باعتبارها تتبنى الشريعة الإسلامية ثبت أنه في تجاوز، عدا عن استبدال القيادات غير السورية، يجب دفع دية الشهداء الذين سقطوا بموجب الشريعة التي تتبناها جبهة النصرة، يجب ضمان عدم تكرار هذا الأمر نهائيا وبشكل قاطع. أما أن يكون
الحديث من باب نحن نتمنى مرة أخرى أن تكون حادثة معزولة، لكن بنفس الوقت إعطائها قيمتها، لأنه قيمتها من قيمة الأرواح التي سقطت فيها. المسألة ليست 18 سوريا، ليست 18 درزيا، المسألة مواطنين سوريين عزل لا نقبل أن يمارس بحقهم ما يمارسه النظام السوري بحق الشعب السوري. خلينا ننتقل للسيد غسان ياسين. يعني سيد غسان، برأيك هل هذا الخلاف يعتبر تحدي من فصيل متشدد من جبهة النصرة بخصوص تطمينات أبو عبد الله الجولاني التي تحدث بها مؤخرا بخصوص الطائفة الدرزية بالريف الإدلبي؟ يعني بالبداية اسمحي لي فقط أقدم التعازي لأهالي وذوي الضحايا، هم شهداء وضحايا الثورة، ضحايا سوريا كلها، واستنكار شديد لهذه الجريمة النكراء حقيقة. يعني الضيف الأول حاول تجميل ما حدث جريمة، لا يمكن، هي جريمة واضحة، راح ضحيتها 23 مدني أعزل قتلهم مجرم تونسي موجود في جبهة النصرة. الجريمة لم تحدث كما يريد جماعة إعلام النظام أنها استهداف طائفي، لا، هي جريمة جنائية لكنها جريمة وجريمة كبرى. أولا من الخطأ الكبير تنصيب شخص تونسي على منطقة في ريف إدلب، معظم سكانها يعني من السوريين. أين العقلاء في جبهة نصرة؟ يعني لماذا تركوا التونسي؟ أمر مهم آخر ذكر الضيف العامر، على ما أعتقد الضيف الأول أحمد عاصم، جبهة نصرة حتى الآن لم توافق على تسليم التونسي إلى محكمة، هي لكن هو تحدث بأنه هو الآن تتبع لها، لكننا نطالب أن تكون نعم. محاكمة إلى في جيش الفتح، تابع على جيش الفتح. أنا أحيي عقلاء في جيش الفتح وتحديدا أحرار الشام، هم حاولوا استوعاب الموقف. وأيضا تحية إلى السيد وليد جنبلاط، حيث أصدر الحزب بيان متقدم جدا، حاول ضحك رواية النظام بأنه استهداف طائفي ممنهج، هي جريمة جنائية. السيد وليد جنبلاط أيضا تدخل بكثافة عبر اتصالات عدة من أجل احتواء الموقف. لكن الجريمة حدثت، هي جريمة نكراء، ويجب تقديم الفاعل التونسي إلى محكمة لا تتبع لجبهة نصرة بل تتبع لجيش الفتح. وأيضا يجب استبدال كل القادة الغير سوريين بقادة سوريين، سواء من النصرة أو غير النصرة، لأن يعني هذا أعطى فرصة هدية كبيرة للنظام، وتحديدا في هذه الفترة التي يجري فيها تحرير يعني مدينة السويداء ونقاط عسكرية في محيط محافظة السويداء. لذلك يعني أنا لا أعتقد أنها كما تحدث ضيفيك قبلي أنها سياسة ممنهجة للنصرة، لكن هي جريمة جنائية. يعني لا يوجد استهداف طائفي، فقط هو استهداف جنائي. يعني أيضا الشخص التونسي نفسه، هذا المجرم الذي قام بارتكاب الجريمة، أهالي المنطقة منذ فترة طويلة يقدمون أكثر من شكوى بحقه، وقام بعدة انتهاكات، لكن للأسف تأخر عدم استبداله هو ما أوصلنا اليوم، حيث قام أثناء محاولته يعني القيام بالاستيلاء على أحد المنازل بالقوة، قام بقتل المدنيين وثم طلب تعزيزات عسكرية. طيب سيد غسان، يعني طيلة 4 سنوات هذه القرى الدرزية كانت بحماية جبهة النصرة، لماذا تم اختيار هذا التوقيت بالذات؟ يعني لنفترض أن هذا التوقيت مقصود، أو أن هذا الشخص الذي حاول استفزاز عناصر جبهة نصرة هو أرادها في هذا التوقيت بالذات، هل نعطيه نحن الزريعة؟ هل يعني الآن قبل أقل من أسبوعين خرج الجولاني ويطمئن الأقليات ومنهم الدروز؟ يعني أنا أريد أكد نقطة مهمة، ما يحس في قلبنا كثوار، أهالي إدلب يعرفون جيدا وريف إدلب، هذه القرى تحديدا كانت مأوى، يعني قبل التسليح عند الناشطين عندما كانوا يتعرضون لملاحقات أمنية كانوا يذهبون إلى هذه القرى ومنها قلب اللوزة من أجل يختبوا من أجهزة الأمن، وكانت لهم ملاذ آمن، كانت احتوتهم أثناء المظاهرات السلمية ولاحقا أثناء تسليح الثورة ومن أجل مواجهة النظام. أيضا هذه القرى رفضت أن تحمل السلاح في وجه المدنيين، بل العكس كانوا داعمين للثورة بشكل كبير، وأن على طريقتهم بسبب يعني الطبيعة التي يعني تحيط بهم، الطبيعة الإثنية والدينية. لكن بالنهاية هي قرى ثائرة منذ اليوم الأول، أهالي إدلب يعرفون، كثير من النشطاء من أصدقائنا كانوا يختبئون في هذه القرى أثناء الملاحقات خوفا من أجهزة النظام. هل نكافئهم بتعيين تونسي لا يعرف مدينة حلب المدينة دمشق والي عليهم أو آمر عليهم؟ لماذا لا يعين واحد من أبناء جيش الفتح؟ معظم قيادات جيش الفتح أحرار الشام في جيش الفتح هم أبناء المنطقة، يعرفونها جيدا. وأنا هنا مرة ثانية أتوجه لهم بالشكر، هم حقيقة كان لهم دور كبير في إيقاف. خلينا نرجع مرة ثانية للسيد منار الرشواني. سيد منار،
برأيك يعني هل هناك أي علاقة بين الخلاف الذي حصل بقرية قلب اللوزة وبين آخر التطورات التي تجري الآن بالسويداء؟ يعني بس أنا بداية بدي أعتذر، ارتكبت خطأ والرقم القديم عالق في ذهني. أنت كنت عم تقول 18 و23. نعم، برجع لك أحمد عاصي، يعني أنت شفت بأنه غسان ياسين كان عم يحكي بخصوص محاكمة أبو عبد الله التونسي، يعني بدي أرجع أكد على هذه النقطة، أنت تحدثت بأنه سيمثل أمام المحكمة الشرعية. طبعا أنا قلت لك ليس لدي معلومات مؤكدة بهذا الخصوص، لكن بداية أريد أن أؤكد لضيفك أنه أنا لم أحاول تجميل القصة أبدا، لكن ولم أكن موجود على الحادثة التي حصلت، كما أن ضيفك لم يكن موجود، لكن أنا ما قلت هو نقل عن الجهات التي دخلت في هذه القضية منذ بداية وقوعها والتي عملت بشكل جاد والتي استطاعت أن توصل الأمور أو القضية إلى الحل. طبعا فيما يتعلق بخصوص أبو عبد الله التونسي ليس لدي معلومات صحيحة، لكن كل ما وردني ومن أخبار مؤكدة أن جبهة النصرة قامت بعزله وعزل الفريق الذي كان يعمل معه كمشرف. طب وين هو حاليا؟ كأمير على هذا القطاع، وقاموا بتعيين شخص آخر مكانه، وتم أخذه إلى دار القضاء الموجودة في كفر تخاريم من أجل عرضه على المحكمة. طبعا قبل قليل أيضا بلغتني معلومات أنه تم اجتماع بين وفد من وجهاء الدروز وأحد الشرعيين في جبهة النصرة أو القادة العسكريين الموجودين في المنطقة، طبعا برعاية جماعة أحرار الشام أو فصيل أحرار الشام. طبعا تم أعطائهم تطمينات من قبل جبهة النصرة وأكدوا لهم أن هذا الفعل سيتم ملاحقته بشكل صحيح وسيتم محاسبة أبو عبد الله ولن تتكرر هذه الحادثة، طبعا بضمانة الفصائل العسكرية بما فيها أحرار الشام. وطبعا كما قلت لك يعني الأمور عادت إلى مجاريها بعد أن تم اللقاء جمع بين وفد من القرى الدروز وبين شرع جبهة النصرة، لكن إلى الآن لا أعرف مصير أبو عبد الله وكيف ستتم محاكمته، وهل سيتم محاكمته بدار القضاء التابعة لجبهة النصرة أم سيتم تسليمه إلى المحكمة الشرعية التابعة للهيئة الإسلامية لإدارة المنطقة المحررة. نعم، بيرجع بينضم لنا مرة ثانية منار الرشواني، إذا برأيك هل هناك علاقة بين الخلاف الحاصل بقرية قلب اللوزة وبين التطورات التي تجري حاليا بالسويداء؟ لا، أنا يعني لا أميل لهذا الأمر، وأنا لا أميل لهذا الأمر، فأنا بعتقد أنه الوضع أسوأ إذا كان هذا الأمر محض صدفة. وهو أنا أميل لأنه كونه محض صدفة، يعني أبو عبد الله التونسي لا أعتقد أنه مخترق أو عميل، ولا ربما كان، لكن الأسوأ أن يكون هذا الأمر جاء بمحض صدفة، بمعنى أنه يأتي شخص لا يعرف الأرض السورية، عن شديد جهل، عن شديد استبداد ودموية، ويرتكب هكذا مجزرة. فهذا أيضا بيعطينا كيف أنه ممكن ندمر كل اللي أنجزوه الثوار بأسوأ، يعني لو أنه عميل أنا ممكن برر أنه أقول مخترق، لكن إذا كان مو عميل فهذا لسه بيعطيني بعد أخطر، أنه بعض الناس اللي محسوبين على الثورة السورية ممكن يدمروا جهد وعطاء أشهر وسنوات قام فيه الثوار السوريين، ويزودوا النظام أيضا بمزيد من القوات. نعرف أنه المواطنين السوريين الدروز، وأنا يعني ما كثير ميال لاستخدام المستطالفة، بس هذا اللي صار، المواطنين السوريين الدروز للآن يرفضوا بشكل عام الانضمام بكثافة لقوات النظام، بس هذا الأمر أحيانا بيعطيهم الآن ذريعة. فشخص مثل هيك، مثل أبو عبدالله التونسي، لا يمت للأرض السورية بصلة، لا يمت للمواطن السوري بصلة، لا يفهم الترابط بين السوري بغض والسوري بغض النظر عن طوائفته، هو يعني يحيل كل الإنجاز، يكاد يحيله لركام. نعم، منار الرشواني الكاتب الصحفي من عمان، وأحمد عاصي الصحفي من الريحانية، وغازي ياسين الناشط السياسي من غازي عنتاب، شكرا جزيلا لكم. فاصل قصير، ابقوا معنا.